ما بستوعب بس تحكيني الماس من عجقة الصف، والصف كتير ضيق علينا. إنه زي كأنه ما عم بدرس شيء، بروح على المدرسة عشي فاضي. كيف عم بيأثر عليكو العدد الكبير من الطلاب بقلب الصف؟ بتعب وبصير عندي عادية نفس. الصف صغير ونحن قاعدين على بعض وبضلوا يعيطوا ما بيسكتوا. كثير العدد كبير، أكثر من 45 شخص، يعني مع أستاذ واحد يعني اللي بيقدر يفهم وصلت للمعلومة ما حيقدر، حتروح عليه هاي السنة ونحن دولة. وقاعدين أربع طاولات وفي كثير طبقات مكسرة، يعني هن حاطين طبقات من هون طبقات من هون طبقات من النص، يعني ما فيك تقومي، ما فيش مجال، وشنتات على الأرض. إذا بدي أطلع مثلا أفوت على التواليت مثلا بطلع بيقوم كله. تقريبا في طلاب عم ضلوا واقفة، مثلا بنوقف على الباب برا بنقعد حد المعلومات. وانت عم بتحس بقلب الصف في عندك مساحتك الخاصة، مساحتك الشخصية؟ لا، محشورين ببعض عشان كلنا بنكون قاعدين حط بعض الشنط ما بنعرف وين نحطها كمان. وفي ناس مثلا تكتب شمالي وانا بكتب يميني، فهنا ما يكتبوا هيك انا هيك بكتب، فبيطلع خطي هيك مجانا وما بقدر افهم. كيف بالفرصة عم بيكون الوضع؟ بالفرصة كتير عم بيكون عجقة، خصوصا انه ثلاث صفوف، العاشر بكالوريا اولى وبكالوريا تاني، وفي عجقة طلاب كتير، ما عم بيكون في اصلا في محلات لنقعد لناكل او شيء. وعلى الدكان لما نروح نشتري بيلاقوا في عجقة، بيقولوا لنا خلص سكر الدكان ما عاد في حدا ياكل. وهاي من قلة الطاولات والكراسي عم نروح، وقلة المعلمات عم نروح 3 أيام بالأسبوع أو 4، ما بكون في معلمات ومعلمة بتاخد صفين بنفس الصف. يعني الإنجليش هديك اليوم كان في مس، اليوم صار في مس ثاني، يعني ما عم نعرف نركز، لأنه كل ثانية بيجوا أستاذ بروح أستاذ بيجوا أستاذ بروح أستاذ، يعني هذا المخ ما عم بيركز أبدا. في معلمات مثلا بتكون بتدرس عربي بتيجي لتدرسنا إنجليش، وين في مواد ما عم تاخدوها؟ فرنسي ما بناخد، في الكيمستري وفي الدين ابدا مش عم ناخد، وانجليش ابدا. بس تيجي اللي معلم تدرس لنا، قبل شوي درسنا انجليش، وفي غير معلم بتقول لنا ما بقاس ما عندكم فراغ عشان ما في معلمات. بامتحانات باول السنه وبعد ما نبلشين لا بكيمستري ولا بيولوجي ولا في فرنسي. طب وكيف عم تقدر تدرس المواد اللي ما عم بيعطوك اياها المدرسه؟ بالمعهد كل عم بيعطوني اياها بالمدرسه، ما عم ندرس المواد اللي عم نخدم بالمعهد.